بنحلم لبكرة. واحنا بنحلم ببكرة لازم نقدر امبارح. امبارح بتاعنا كان عظيم. احنا في هذه الايام بنحتفل بذكرى نصرنا الكبير، نصر 6 اكتوبر. كل عام وحضراتكم بخير. صحيح لسه حتى الان ما اديناش النصر ده حقه، لانه نصر كبير وعظيم في تاريخ هذه الامة. في ذكرى انتصارات اكتوبر، الرئيس مبارك النهاردة شهد الاحتفالات بذكرى 37. الرئيس مبارك راح النهاردة الصبح وضع اكليلين من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول بمدينة نصر وضريح الرئيس الراحل انور السادات، وقام ايضا بوضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وارى الفتحة ترحما على روحه الكريمة، ثم صافح افراد اسرته. الرئيس مبارك ايضا حضر احتفالات القوات المسلحة بالعيد 37 لانتصارات اكتوبر اللي اقيم بالشاطئ الشرقي لقناة السويس في سيناء، ثم وضع اكليلا من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة شرق قناة السويس. مشايخ ورموز القبائل في سيناء اعربوا عن تقديرهم البالغ للرئيس حسني مبارك في مشاركتهم لاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية. على هامش الاحتفالات، الرئيس مبارك افتتح مركز الاورام بقيادة الجيش الثاني الميداني اللي بيضم احدث التقنيات الطبية لعلاج الاورام. كل عام وقوتنا المسلحة العظيمة، وكل جندي شارك في هذه الحرب، وكل بطل حط روحه على ايده علشان هذه الارض الطيبة. بنقول كل سنة وانتم طيبين، مصر فاكراكو ومصر مش هتنسى اليوم ده، لان ده من ايام انتصاراتنا العظيمة اللي اختلطت فيها دماء المسلم والمسيحي من اجل حماية ارضنا. احنا دي لقطات للرئيس مبارك، وننتقل الى الخبر الاخر اللي حضراتكم بتنتظروا. ماذا تم في واقعة اعتداء بعض التراس التونسي بتاع فريق الترجي التونسي على افراد من الشرطة المصرية؟ احنا عارفين ان تم الاعتداء على جنديين واصيب ثلاث ضباط. طلعت شائعات كثيرة جدا، الجنديين واحد خرج من المستشفى والتاني حالته كويسة كويسة، هتطمئنوا بكرة عليه واحتمال تشوفوه كمان. يعني اصابات بعضها كبير وبعضها صغير، لكن الحالة مستقرة ومطمئنة، مفيش حاجة تخوف خالص. قبل ما اقول لكم النيابة عملت ايه واقول لكم اخبار محترمة من تونس، عايز اقول بس جملتين. الزملاء الاعزاء في القنوات الرياضية غضبوا غضب شديد وقالوا كلام جامد قوي امبارح. يا جماعة، سمعة مصر مش مرتبطة ب10 ولا 11 عيل مجرم او فاسد في تونس. تونس على فكرة بلد محترم من البلاد اللي بتحبنا جدا، اللي يروح تونس هيلاقي استقبال ما يتخيلوش. هو بلد سياحي وبلد محترم وناس محترمين جدا، لكن في عيال بايظة زي العيال دي، في عيال بايظة زي اللي عندنا. يعني خدوا بالكم، هنرهن علاقاتنا طول الوقت مع الدول على شوية عيال، وإلا كنا قطعنا العلاقات مع بعضينا. يعني هو جمهور الزمالك لما نزل وكسر ودخل بيوت وكسر عربيات، ولما التراس الاهلي عمل كده، ولما التراس الاسماعيلي عمل كده، وعملوا حاجات عنيفه وغير محترمه وكسروا مدرجات، ده معناه ان احنا ولا حاجه؟ ان مصر بلد؟ لا، ده موجود في كل العالم، ظاهره يجب الوقوف امامها والتعامل معها بحسم، والبطل القانون. انا عايز احيي اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهره مساعد اول وزير الداخليه على اللي عمله امبارح. بعض الزملاء في القنوات قالوا فين الامن؟ ليه ما طلعوش على المدرجات ومسكوا العيال دول هرسوهم؟ انا عايزكم تتخيلوا المشهد لدقيقه واحده بس. لو بالعاطفه السيد اللواء اسماعيل الشاعر وقواته قال اطلعوا. طلعوا وحصل الصدام مع عيال زي دي. وقع واحد فيهم او وقع واحد مننا في وسط مدرجات عشرات الالاف من الجماهير، كان ايه اللي هيحصل؟ كان شكلنا ايه؟ كانت ايه النتيجة؟ لا، انا شايف ان التصرف الذي تم بحكمة شديدة. كان الاهم بالنسبة لنا ان يتم القبض على هؤلاء الاوغاد العيال دول ويتقدموا للنيابة. هم موجودين في النيابة دلوقتي بيتحقق معاهم، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية الكاملة تجاههم. المسألة لا تزيد عن ذلك، حطوها في اطارها علشان لا مبرر حد يقول لي مصر وهنفضل ملطشة. احنا مش ملطشة ولا حاجة. 11 عيل ولا 20 عيل مش معناه ان مصر ملطش. ده كورة، ده قلة ادب في مدرجات بتحصل عندنا وبتحصل عندهم، هم كمان مش موافقين عليها. خلينا اقول لكم الاخبار.
النيابه النهارده اجرت معاينه لاستاد القاهره وبدات التحقيق مع 11 تونسيا تعدوا على ضباط الشرطه والعسكريين اثناء مباراه الاهلي والترجي. هما الخبر بيقول ان مواجه لهم اتهامات بالضرب على 9 من ضباط وافراد الشرطه المكلفين بتامين المباراه، والخسائر تقريبا لغايه دلوقتي حوالي 250,000 جنيه. وجهت للمتهمين بعد التحقيقات الاوليه تهم بالتعدي على ضباط الشرطه وافراد الامن واتلاف الممتلكات العامه وارهاب الجماهير واستخدام العاب ناريه غير مرخص لها. اللي اتمسكوا دول كانوا في حاله سكر، كانوا عيال شاربين بيره وسكرانين، عيال بايظه يعني، بقول لكم عيال بايظه بايظه يعني. تونس بقى عملت ايه؟ يعني سمعت الكلام او شافته وقفت ساكته كنا هنزعل ونعتب على اخواتنا في تونس. السفارة التونسية طلعت بيان، السفير التونسي قال ايه؟ أدان السفير التونسي بالقاهرة المنجي البدوي الاعتداءات الوحشية التي قامت بها الجماهير التونسية ضد قوات الأمن في استاد القاهرة أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن اعتدت هذه الجماهير على قوات الأمن في مشهد مسيء. وأكد المنجي في تصريحات صحفية أن هذه القلة من الجماهير لا تمثل الشعب التونسي على الإطلاق، وقدم اعتذاره عن الأحداث التي وقعت في المباراة. وأشاد السفير بالاستقبال الجيد والرائع لمسؤول النادي الأهلي وبتعامل قوات الأمن مع الجماهير وأسلوب ضبط النفس تجاه تلك التجاوزات، مؤكدا أنه ما كان يجب أن يتم مواجهة تلك المعاملة الجيدة بهذا الأسلوب غير المقبول. وأشار السفير التونسي إلى أن السفارة في حالة استنفار بسبب وجود 6,000 مشجع تونسي يحاولون السفر من القاهرة والعودة إلى بلادهم، موضحا أن السفارة لا تمانع من قيام السلطات المصرية بمحاسبة كل من أخطأ في المباراة، وأن من حق السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأضاف أن النادي التونسي مستعد لتحمل تكاليف الأضرار التي لحقت بالمدرجات جراء أعمال الشغب. ده كلام محترم جدا، شكرا. ده المتوقع، ده لوحده؟ لا مش لوحده. شوف اتحاد الكرة التونسي طلع بيان عاجل قال فيه ايه تحت عنوان بلاغ. ويا ريت يا جماعه لو عندكم ده من اتحاد الكرة التونسي بالبيان زي ما هو جاي، احنا عاملين له سكان وطابعينه زي ما بسوه على كل الوكالات وكل الاماكن عشان يقولوا في خطأ احنا رافضينه. على اثر احداث الشغب والعنف التي حدثت او جدت بملعب القاهره خلال مباراه النادي الاهلي والترجي الرياضي، تشجب الجامعه التونسيه، ده اسم اتحاد الكره هناك، لكره القدم بشده كل التصرفات المؤسفه والمنافيه للميثاق الرياضي التي تم تسجيلها خلال المقابله. وتؤكد الجامعه التونسيه لكره القدم ان العناصر غير المسؤوله المتورطه في اعمال الشغب لا تمثل البته الجماهير الرياضيه التونسيه، كما ان هذه التصرفات لا يمكن ان تؤثر في العلاقات المتينه القائمه بين الشقيقتين تونس ومصر. كما تؤكد الجامعه اللي هو اتحاد الكره تاني انها سوف لن تدخر جهدا لمزيد من ترسيخ الروح الرياضيه لدى مشجعي فرق كره القدم وتمتين اواصر الاخوه والصداقه بين الرياضيين في كل المناسبات الاقليميه والدوليه، ولا سيما بين اعضاء الجمعيات المنتسبه للجامعه التونسيه لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم عن المكتب الجامعي الرئيس علي الحفصي جدي. طيب ده كفايه؟ لا مش كفايه، نادي الترجي طلع بيان ونزله وقال ان احنا بنستنكر بلاغ استنكار. قال ايه نادي الترجي؟ ان الترجي الرياضي التونسي بتاريخه وعراقته وامجاده إذ يشيد بما لقياه من حفاوة وترحاب من قبل شقيقه الأهلي المصري مسؤولين ولاعبين وجمهور، ومن حسن وفادة لدى كل الأشقاء المصريين بمناسبة لقاء الذهاب للدور النصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا، ليستنكر أعمال الشغب التي جدت مساء الأحد 3 أكتوبر 2010 بملعب القاهرة والتي قامت بها عناصر ضالة لا تشرف ولا تمثل نادينا العريق المتمسك دوما بالقيم الرياضية السامية. وإذ يذكر أن العلاقات الأخوية والودية التي تربط الترجي الرياضي التونسي بكل النوادي المصرية وعلى رأسها النادي الأهلي لا يمكن أن تتأثر بأي عارض من العوارض، فإنه يقدم اعتذاراته الصادقة لكل الأشقاء في مصر الحبيبة، ويؤكد أن وفد الأهلي المصري وجماهيره الذي ينزل ضيفا على تونس الخضراء بمناسبة لقاء العودة بعد أسبوعين في ملعب رادس سيكون دوما كما كان الشأن في السابق محل ترحاب كبير بين أهلي وذويه. عاش الترجي الرياضي التونسي وعاش النادي الأهلي المصري مدرستين للرياضة العربية ورافضي أخوة وتواصل بين الشعبين الشقيقين التونسي والمصري. رئيس النادي محمد المؤدب.
عايزين حاجة؟ يعني أعتقد المسألة لا تحتاج أكثر من ذلك. إحنا مش بنختلق معارك. في شباب تونسي أخطأ وهو أمام النيابة، وفي مسؤولين تونسيين على أعلى مستوى بيعبروا عن أسفهم واعتذارهم. أعتقد الملف مش محتاج إشعال نيران. يجب أن نحترم المبادرات الطيبة. دائما نتحدث عن مبادرة اعتذار، عن حد يقول لك اللي حصل أنا مش موافق عليه، أنا آسف. روح رائعة ومحترمة من الإخوة في تونس، بنشكرهم عليها، ونحن سنكون عند حسن ظنهم. نقدر تونس دائما، تونس بلد شقيق وفي القلب، ولن نسمح أبدا بأي مساحة من التجاوزات. من أخطأ سيعاقب، وهناك قانون مصري، كلنا متمسكين بتطبيق القانون، وكل واحد أخطأ وكل واحد أضير في مصر من الضباط والجنود لازم ياخد حقه بالقانون. عدا ذلك الموضوع انتهى. مصر بخير وتونس بخير.